أفغانستان، وكيف تنظرون إلى تصرفات وممارسات دولة العراق الإسلامية في ظل اعتراض كثير من الأحزاب الجهادية في العراق على الدولة؟ بالنسبة للعراق والحمد لله فإن الجهاد قد حقق الكثير من مقاصده، وهذا العدو الأمريكي بعد 6 سنوات قرر الفرار والخروج من العراق. وبالنسبة لموضوع الأميران في أفغانستان والعراق، فأولا هم كل واحد أمير في منطقته، فيقال هذا أمير المؤمنين في العراق وهذا أمير المؤمنين في أفغانستان، والأصل أن يكون للمؤمنين أميرا واحدا. إذا كانت هناك خلافة إسلامية وإمامة فيكون للمؤمنين إماما واحدا وخليفة واحد، ولكن العلماء قد تكلموا في هذه المسألة وبيّنوا أنه قد تأتي على المسلمين بعض الأوقات تتباعد فيها الأقطار ويتعذر فيها جمع المؤمنين على إمام واحد، فأجازوا في مثل هذه الحالات الاستثنائية أن يكون هناك أميران للمسلمين، ولكن الواجب على المسلمين أن يسعوا باستمرار إلى أن يكون لهم أميرا واحدا، وهذا هو الأصل. وبالنسبة لدولة العراق الإسلامية فنحن أيدناها وما زلنا نؤيدها ونرى استمرارها كمبادئ وكأصول، ولكن كاسم من الممكن أن يتغير الاسم إن لم تكن هناك يعني مفسدة كبيرة تتحقق من تغيير الاسم، فنحن لا نولي الأسماء يعني كبير اهتمام، ممكن تغيير الاسم، ولكن هذا يرجع وتقدير هذا يرجع إلى الإخوة في العراق هم الذين يقررون هذا الأمر. وما يقول عليها والانتقادات التي تأتي على دولة العراق الإسلامية، فهي يعني الكثير من هؤلاء هم خصوم وهم ليسوا صادقين ويدعون أشياء يعني تقوم بها دولة العراق الإسلامية، وفي الحقيقة هم ما يفعلوا هذه الأشياء. وقد يكون هناك بعض الأخطاء في مسيرة الجهاد، وهذا شيء عادي، حتى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة قد أخطأوا، منهم مثلا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأسامة بن زيد، فيحصل هذه الأخطاء، ولكن ليس هذا هو الأصل وليس هذا هو المنهج. ودولة العراق الإسلامية يعني نحسبها على خير ونحسبها يعني على منهج وعقيدة سليمة وصحيحة بإذن الله. يعني هل عندكم فكرة لتوحيد الجماعات المقاتلة في العراق بما فيها دولة العراق الإسلامية وغيرها، أم أنكم تريدون كل الجماعات المقاتلة أن تنضوي تحت راية دولة العراق الإسلامية؟ يعني نحن من قبل ودعوات المشايخ والشيخ أسامة حفظه الله يعني واضحة في ذلك، وبين لهم أن هذا واجب شرعي وهو أن ينضم الجميع في جماعة واحدة. ونحن نرى بما أنه قد قامت دولة العراق الإسلامية ودخل فيها كثير من الجماعات الجهادية هناك، فهي الأولى أن يدخل فيها بقية الجماعات الموجودة الآن، ولكن إذا كان هناك يعني عقبات كبيرة تحول بين هذا بسبب هذا الاسم، فنرى أنه من الممكن تغيير هذا الاسم حتى يتوحد المجاهدون جميعا في العراق. نعم. ننتقل إلى موضوع الصومال الآن وحركة الشباب المجاهدين، كيف طبيعة العلاقة بينكم وبينهم؟ هل تعتبرونهم جزء من تنظيم القاعدة في الصومال؟ بالنسبة لإخوة حركة شباب المجاهدين في الصومال فهم إخواننا وأحبابنا، وبيننا وبينهم الولاء والنصرة، نحن وهم على فكر واحد ومنهج